دور سمرة، دور دور معناتها فيه بدل أحداث في الـ في الـ في المسلسل، دور كيفاش كان الساعة كيفاش كان الاقتراح على الدور؟ والله هو اقتراح ربيع بون شافني في رول سمرة. الحقيقة هو اللي اقنعني باش ناخذ رول سمرة، خاطر من الاول حسيته هكا مانيش باش نجم نعمله هكا، صعيب عليا، خفت منه من الجمهور التونسي. لخكم من الاول فهمته بالغلط، اللي هو ماهوش حاجه معناتها ما فيهش حاجه فيها تمثيل وفيها ما فيهش جوست، هي دانسوز معناها، فهمت؟ خاطر بعد ساعات نشوف لي رول نتاع في تونس جوست تشطح، فهمت؟ لخكم بالعكس ما حسيتوش اللي هي رول نتاع واحده رقاصه. دور راقصه او رقاصه معناها في مسلسل تونسي يخوف؟ هو رابور بمصر، مصر لا ما يخاف بالعكس. هو عامله وال اسمها هي عملت غور رقاصة في الخليج ونشحت مش نورما نور نور غندور انا ضربت مش نورمال مع تنادين جيم، عملت لي الغجرية ما هوش ما يشوفوش من المسونس يشوفوا التوينز. انا احنا هنا هبطوا عليك كان في بالكومنتاريات وبالصبين فهمت، تخوفت الحقيقة شوية، فهمت؟ معناتها اليوم إذا كان الدور كله معناتها رقص وكنت نجم ترفض؟ أي بيان سور، خاطرني أول حاجة نعرفش نشطح يعني والجمهور مش نعجبه معناتها، حتى كان أنا مش على خاطر رقاصة ولا مش رقاصة، معناتها نحترم كل الخدمة، فهمت؟ أما جوست خاطر أنا مانيش معناتها ما نعرفش نشطح حربي، مانيش كل شطاحة باش نقوم أنا كل يوم نشطح لهم، باش نقول شنو هذا باش يضحكوا عليا معناتها كوا، فهمت؟ باهي، دور سمراء في جبل الأحمر تعتبر أنه نجحت فيه ولا نص نص؟ والله أنا ما نجمش انا نحكم على روحي، دونك مازلنا نشوفوا الناس ما قالوش شنو رايا، ما نشوف في روحي انه انا قديته معني. تعتبروا دور جريء؟ هو في جراءه، هو فيه ميشونسيتي معناتها ميشونت، شخصيه قوي معناتها، شخصيه تحب تنتقم وشخصية الدنيا ضرتها والدنيا وليما معناتها لعب عليه معناتها ضيع لها حياتها وكل، هي ما شفتيش اللي هي جريئة معني. نوعية الانتقام ما انتقمتش في المسلسل معناتها، هي انتقمت، خربت له داره، هي عملت زليخة جابتها بحدها عملت سهرية اي ومشيت له للدار وهو هي تصالح فيه ولقات معناتها دخلت خربت لها حياتها، ذيك انتقام مني انا خاطر انه هو خرب لي حياتي وقتها في دور في الرول سابرا. البارح كانت ضيفتي الممثله وحيده الدريدي وطرقنا الموضوع انه هو كان باش نطرقه معك انت، لكن البارح تجبد الموضوع بما ان هي عندها درايه بالموضوع. مثلا نوعيه السمره الصغيره وموضوع التصفيح في 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 تونس، هو انتقام ولا انت حاسينها في المسلسل هو باش تحميها؟ باش نحميها، وبالعكس انا كي جاتني زليخه للدار وجات السمره مش تضربها قلت لها انا خفت عليها لا يصير لها كيما صار لي، معناتها كيما صار يجي واحد كيما بوها يتمنيك عليها وكل، ما نحبهاش تتعدى بالليتاب هذه، خاطر هو ديجا عامل في البنات دونك باش يرجع لي نحن نوصله في ميساج زايده معني، معناتها زايده هو بوها تمنيك على الرجال، خفت هو ربي معناتها يجيب له في بنته، معناتها انا مش نوصل في مساج اللي هو لازم الناس كل تصفح ما تصفح ولا تصفح، معناتها هذيك المساج انا خايفه على البنيه الصغيره معني. تمن بالموضوع بالحقيقه ما نعرفش ما 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 مش ما نمنش، ما ممكن يصير خاطر صايره ومن قبل فما موجوده لحكي نسمعها معناها، فهمت؟ وبرشا ناس عاشوا بها. امبارح وحيده حكيت لها الديتاي معناها نتاع الموضوع كيفاش ولكن في المسلسل حسيناها باراشوتي معناتها جوست الموضوع تك وقتها ومشي، حتى زليخه ما تنرفزتش برشا معناها. اي الموضوع خاطر هو فات البنوته صغرونا خافت من السيكونس وكل ما تعملتش بالكدي بون. هو الموضوع حب يوري انه هي الطفله السمراء، الشخصيه السمراء مش طفله خايبه،
معناتها هي في الاخر طفله كاي البنات اللي هي حبت ولد حومتها، ولد حومتها فهمها بالغلط، فهمها اللي هي مشيت خانته سايبها، مشيت الطفله تمرمدت، بعد رجع لها حب حياتها، حبت تنتقم، عرفت اللي هو يحبها، معناتها اللي هو مسمي بنته على اسمها وموشم سمره، معناتها ما يدي حب حياته. دونك صحيح اللي مظلومه، تحسها مظلومه سمره في شنو؟ في حياتها، في أي هي معاليمة. هي حتى كي مظلومة في كل شيء، هي حتى موتها مظلومة، يعني حتى موتها متسهلش اللي هي تقتل على الحكاية كما ذيك، ومعاليمة ظلمت الدنيا، ظلمتها حتى كي تشطح تبكي ماشي تشطح فرحانة، معناتها وراو كيفاش هي ماشي أغو في حياتها، ماشي ما تحب نكلم أخوها تقول له نحب نبطل شتيح، ما عندهاش حتى حل، اللي هي كانت تشطح، معناتها مظلومه. شو مظلومه به؟ شنو اللي خليك تقبل بالدور؟ معناتها اليوم شنو لي بوين فور نتاع